ومكملين معاكم في مطبخ ست البيت، وهنعمل مع بعض طبقين لحمه بصوص مكوناته كتير شويه بس حلو قوي، وهنعمل كمان رز بشويه الخضار مع من ضمنهم الباميه اللي احنا دايما استعملنا ليها قليل. اول حاجه هفتح على الطاسه علشان تسخن تمام كده، وهجيب اللحمه هحطها زي ما انتم شايفين، اللحمه عاملاها جايباها شاريها تخينه، عايزه اقطعها من النص، مش هقطعها مش هفصلها بس عايزه افتحها من نص حته كده تمام، وهجيب الثانيه هعمل فيها نفس الحكايه. عشان اقدر افتحها واسويها من النص كده تمام. هحط حبة زيت، مش عايزة زيت كتير، حبة صغيرين. هتبل الاول اللحمة بالقرفة وملح وفلفل، ادي القرفة وادي ملح وفلفل الناحية التانية كمان. وادي الملح، بيبقى احلى طبعا لو استعملتي ملح خشن، ملح الخشن دايما في السوا بيبقى احلى بكتير. اشيل دول كده، وخليني ابعد دي من السكة. هحط دلوقتي اللحمة كده، طبعا هسيب اللحمه على كل ناحيه على الاقل 6 7 دقائق علشان تستوي. كده نشيل دي من هنا، و ننضف بس واحده كده حوالينا. دلوقتي هجيب البولة بتاعتي، اشيل ده وابتدي اعمل الصوص اللي انا هستعمله هحطه على اللحم. اول حاجة عايزة كاتشب، كمية الكاتشب قد كمية العسل. تمام كده، وعندي كمان صوص بني بتلاقيه موجود في السوبر ماركت، مجرد انك هو بيبقى بودرة انت بتحطي عليه مية ويبقى صوص بني. هاخد منه قد معلقتين كبار، كده وهستعمل ده اويستر صوص، حاجة بسيطة. وعندي تباسكو، خلي بالكو عشان التباسكو بيحرق قوي، ده
ممكن يبقى اوبشن، مش شرط ان انت تستعمليه. نحط شوية ثوم كده، ولسه الصوص بتاعنا ما حملش. هنستعمل ورشستر صوص، وهنستعمل كمان صويا صوص. ده الصوص بتاعنا جاهز، نقلبه. طبعا مش هقول لكم الصوص ده بيبقى حلو قد ايه. لو عملتي، حتى لو مش هتشوي اللحمه زي ما احنا بنشويها واستعملتيه، عملتي الصوص ده، عملتيه مثلا على شويه فراخ ولا على شويه لحمه او ولا بط، واو كده الصوص بتاعي جاهز. تيجي تمام كده، ما دام اللحمه وانت بتشيليها طلعت على طول، يبقى تعرفي انها استوت من الجنب. تمام كده. احنا ليه فتحناها من النص؟ هو ده الموضوع، احنا فتحناها من النص علشان نسهل عملية السوى. ده كده انا هكمل لسه الصوص بتاعي، ناقصه بس شوية عصير تفاح. وانا عايزه الصوص ده ما يكونش ميه خالص، لازم يبقى تقيل شويه عشان لما احطه على اللحمه يقعد عليها، ما يبقاش ما يقعش ويسقط منه. طيب احنا عندنا طبعا قلنا 6 دقايق على كل ناحيه، لسه الناحية الثانية. هرجع اقول لكم انا حطيت ايه مكونات في الصوص بتاعنا. حطينا فيه كاتشب وعسل 4 معالق، او مش شرط 4 معالق، هنحط كمية ده قد كمية ده، كاتشب قد عسل. هتحطي نص كمية الكاتشب والعسل، صوص بني او صوص بني بتاع اللحمه اللي هتلاقيه في السوبر ماركت بودره وبتدوبيه بس في شويه ميه. وهتحطي تباسكو او هوت صوص او اي نوع من الصوصات الحاميه، والصوصات الحاميه دي ما بتبقاش كميه كبيره، لازم تخلي بالك علشان ما تبقاش مولعه نار. حطيت كمان اويستر صوص نص كمية الكاتشب، وحطيت صويا صوص وورشستر صوص وعصير تفاح وتوم. احنا طبعا ايه مستنيين بس اللحمة تستوي شوية، ولسه هنكمل سواها في الفرن، هي مش هنا وخلصت يعني. هي عمالة طبعا تنزل في العصارة بتاعتها اللي جوه كده. انا عايزة العصارة دي تنزل بره.
انا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب الصوص بتاعي واحطه عليه. الصوص ده بقى لما اللحمة هتتشربه انسي الطعم. واللحمة دي انا مش عايزاها مستوية 100%، انا عايزاها من جوه يبقى لونها بمبي، مش عايزاها تبقى من جوه بني زيها زي من بره. الصوص ريحته حلوة قوي لما نزلت في النار. انا دلوقتي هاخد الصينية وهحطها في الفرن وفتحة الجريل. ادي قدامنا حاجة بتاعت تقريبا 10 دقايق يكون بس اللحمة شربت للصوص ده وتبقى بقت جاهزة تقريبا. خلوني اشيل الحاجات دي ولا اقول لكم نطلع فاصل احسن ونبقى نرجع لكم.